رايك كابتن امير؟ لا انا هقول كلمه اقول رايي. لا انا هقول لك كلمه وممكن تبقى تقيله شويه. اللي بيحصل في الوسط الرياضي في القصه دي قله ادب. قله ادب وللاسف الشديد مش رياضه. انا بكلمك بصراحه مع على كله. وفي الاول والاخر برضو اللي مسؤولين عن الرياضه هم المسؤولين الاول قبل الجمهور. ليه؟ لما انا اطلع في برنامج اتكلم في كلام زي ده سواء محلل سواء مذيع سواء جمهور الناس دي ما تطلعش تتكلم تاني. هو في ناس قالت انا بقى انا بقول لك بقى انا بقول لك في بقى ناس بتطلع في برامج ناس. هو المشكله كابتن محمد لو انا مع كامل الاحترام لو جمهور عادي بيقول الكلام ده لا هو في ناس بس للاسف في ناس فعلا في ناس المفروض عندهم من العلم والدرايه والشغل وان هم لعبوا كمان ممكن يقولوا ولعبوا اه لا يبقى انا ارجع لك واحد شورت وفانلة لا لا صح ولعبوا لا يبقى ناس مريضه. وبعدين انا ما اعرفش انا كمدرب او لعيب كوره هيبقى منظري ايه قدام لعيبتي مثلا وهقولها لهم ازاي؟ هقول لهم مفيش بص يا كريم وصدقني والله العظيم ما في الكلام ده خالص. عارف انا قلت ايه في المقدمه؟ قلت له انا لو شفت امبارح لعيبه فيوتشر كلهم راحوا جابوا الجوان في نفسهم بقول لك ايه مش مصدق ان في تفاصيل. مش علي ماهر مش علي ماهر كان مرشح ان يمسك الاهلي ومش يمسك الاهلي هيفكروا فيه ازاي لو هو فكر في كده او عمل كده؟ الله عليك هو هيموت نفسه عشان يثبت. وخلي بالك انا ما بتكلمش عشان الموضوع لا وخلي بالك برضو بشكل عام اتقالت قبل كده برضو يعني امبارح واحد زي احمد علي عنده راجل لاعب مثلا في 50 نادي وهداف دوري هيجي مثلا يضيع ضرب عشان راح عامل لك ايه عايز يجيب نادي المئة كمان يعني انا النهارده اما مثلا اتدرب مع فيريرا واشوف الراجل ده رجع الزمالك تاني واشوفه وشه في وشه مش هروح اسلم عليه صح. قال لك بقى اللي فيريرا وقف مع احمد علي وقال له مش ايه اي كلام في البتنجان وعايز اقول لك على حاجه اقسم بالله الصفحات بتاعه النت والحاجات دي هي اللي مبوظه الكوره في مصر والله العظيم هي اللي مبوظه الكوره قال يعني جايبين واحد بيسلم على يعني واحد بحجم فريره هيقول لاحمد علي لا يعني هو كان مثلا قاري الودع او ضرب الودع اللي هيجي ضرب الجزاء فاحمد علي يعني كلام احمد علي فاضل له 6 اهداف على نادي المئة كلام فاضي ده لو ابوه واقف عايز يجيب فيه جون هو ساب الزمالك من امتى كمان يعني حتى كلام فاضي ما قاله كمان ممكن يرجع الزمالك تاني لا يعني هو اقصد يعني علاقته بالزمالك هي منتهيه كلام فاضي كريم كلام فاضي اه انا هنا بقول انا لا اناقش تحديدا احمد علي ولا الكابتن علي لا انا بتكلم على الجو الدنيا الجمله كلمه تفوت دي اصلا مش معقوله يا جماعه واحنا في 2022 بنتكلم ما هي دي اللي بقى انت ارجع بقى ارجع انا اكلمك بصراحه كريم ارجع بقى شوف انت النهارده الرياضه وانت فين فرقك وفينك من المنافسات وفينك من البطولات وفينك من قوه الدوري كل ده عشان عندك حاجات هايفه زي دي للاسف بتتقال صح. انت عمرك ما تشوف دوري بره بيحصل فيه الكلام اللي بيحصل ده صح. انت فاهم قصدي فللاسف احنا سيبنا الكوره وسيبنا المنافسات أيوة. وبنتصدر في الهايفه الحاجه اه والله بنتصدر في التفاهه صح.